معكم. انا الاخت لطيفه، سكنتكم في المدينه القديمه درب جبوجه الدار 24. انا خوتي شكون نقول هاد الدار درنا لها شكايه قبل ما جينا، بعدا اصلا مول الدار جا عندنا 4 سنين باش جمع لينا الكرة، وقال لنا غير زعما غير بقاو ما تخلصوناش غير بشويه بشويه. منين جا من فرنسا 4 سنين درنا اداء وافراغ 15 يوم. انا اديت الواجب ديالي من الامانه، خديتها من الامانه وكملت شي حاجه من عندي باش نخلص، والسيده جارتي هي كذلك، والسيده الاخرى تعدت بالافراغ. ودابا حنا كنطالبوا دابا بالمسؤولين باش يصلحوا لينا هاد الدار، لانها اجي تشوفوا خوتي السقف ديال الدار فين كنسكن انايا مهزوز عليها، يعني انا فوق من هاد الدار هذه اللي انا فيها، يعني فوق منها، يعني ولادي ما كنخليهم يديروا حتى شي حركه باش ما تهوش. وعندنا واحد الدروشه هما كذلك، مشيت درت شي ومنين درت الشكايه كنتسنى فيهم يجيو باش يبادروا زعما بالاصلاحات ديالهم، ما كاينه حتى شي استجابه. مشيت للجماعه، مشيت للعماله، ومن بعد قالوا لي صافي راه حنا سنين وادينا الواجب وسريع غير عند القيد. حنا دابا كنمشيو دابا للمقاطعه كنجيو ما بان حتى شي حاجه، ما كاين لا اصلاح لا حتى حاجه. دابا حنا انا بعدا كنا مخلوعه على وليداتي، انا مخلوعه على وليداتي بزاف، وعاد كانوا مرض ديالي عدا بثلاثه، يعني بثلاثه كنعاني معاهم بهذا، وفي نفس الوقت كنعاني من هذا المشكل، وكنعاني حتى من المشكل ديال المال اللي هزيت وعطيته لمول الدار. جمعنا 4 سنين في دقه واحده، يعني اداء ثلاثه جوج بنيات وليد. انا دابا من هذا المنبر الا طرا لوليداتي اي حاجه كنحمل المسؤوليه للمسؤولين، كنحمل لهم المسؤوليه ديالهم. الا طرات لوليداتي شي حاجه كنحملهم المسؤوليه، لانني طالبت مده عام ونص وانا كنجري، عام ونص وانا كنجري، عندي الشكايه وعندي التاريخ ديالها باش درتهم. اذا ولادك مهددين؟ مهددين مهددين. ما نعساش، كننعس وخايفه عليهم، كننعس كنقول غنهود انا وليداتي. والدراري الصغار انا عندي مشطون من ناحيه الدروج، من ناحيه بزاف د الحوايج، الدروج اللي كيمشي يلعب تحت منهم في الكولوار غينزل لي عليه. وهادشي قلتو لهم مرارا وتكرارا وما كاينش استجابه. كناديهم وكنادي المسؤولين باش يتعاونوا معنا على هادشي. حنا عيينا بالهضره والكلام، ولكن شي حاجه ما شناها. الدار غادي تريب علينا الدروج الفوقانيين والتحتانيين، عندنا السقف ديال البيوت بجوج غادي يطيحوا عليا، ساكنه انا وبنتي، كنخافوا من الشتا كتصب علينا الليل وكتصب علينا النهار. المخزن ما دار معنا حتى شي حل والو، مشينا طحنا نضنا ما دار معنا حتى شي حل، وهاد الدار كلها راهي باغا تهود علينا وليدي. شنو المشكله ديالك اليوم؟ شنو هو؟ ايوا عطوا يديروا معنا شي حل، الدار يديروا معنا شي حل، موالين الدار يجوا يصلحوا ولا شوفوا واش غادي يديروا لينا. انت منين خايفه هاد الدار؟ خايفه لا تريب علينا وليدي، والشتا كتصب علينا وحاله حال ربي. شنو هما الاجراءات اللي درتوا من قبل؟ درنا مشينا للعماله، مشينا للجماعه الحضريه، دزنا المقاطعه. دابا كنطلبوا من الناس المسؤولين يديروا معنا شي حل في هذه الدار، شنو غتريب علينا ولا غتجمد علينا. مشيتوا عند السلطات هنايا؟ مشينا عند السلطات هنايا، مشينا عند كلشي، كيقول لنا اليوم غدا، وحنا مخلوعين ولدي بالخوف. الدار ما داروا معنا حتى شي حل، ها تشوف الدار كلها مهرفله، هي الدار هنا هذه من هنا كلشي، الدار غادي تريب. اش خرجوا لكم؟ شنو قال لكم الاصلاح؟ قالوا الاصلاح، ولكن ما جانا لا اصلاح لا افراغ، ما جانا لا استفاده لا اصلاح لا والو. حاجه ما جاتنا. شنو الجواب اللي عطاوكم؟ عطاونا قال كاين فيها الاصلاح، هي ما فيها الاصلاح لا والو، هي كلها ريبه مهدومه، الدروج ريبين، تحتاني ريبين، كلشي وليدي ريب. ملي قال لكم اصلاح مول الدار اش قال لكم؟ قال لك مول الدار هذاك فرنسا ما كاينش، هاد الدار هو غير سادها ومخليها، شنو غتهود علينا الدار كامله الفوق حتى لتحت. الكره كنودوه فيها المحكمه، كنعطوا الفلوس في المحكمه. المحكمه كنودوا ليه الواجب ديالو. صافي هادشي اللي كاين وليدي، ما كاين لا زياده لا نقصان. عندي مجموعة عالية 3 مليون تاع الكرة، وأنا ما استطعتش باش نخلصها. شنو هو المعمول دابا؟ أنا كنطلب من المحسنين يتعاونوا معايا لوجه الله. أنت باغا تبقينا؟ باغا نبقى أنا، أنني ما عنديش فين نخرج، والكرة غالي عليا، وما عنديش شي خدمة رسمية باش والديا، ما عنديش. الله غالب، كنطلب من المحسنين يتعاونوا معايا لوجه الله.
ما عنديش اخويا فين نعيش، اقسم لك بالله ما عنديش اللي يدخلني، ما عنديش اللي كيدخلني، كندور تنعي وكنجي لمحالي، انا يتيمه ما عنديش، كلها غراس وكلها بزاف الحوايج، ما كاينش اللي كيحن فيا. والله اللي عالم بيا، انا كنطلب من الناس يتعاونوا معايا انني ما عنديش فين نمشي، 20 عام وانا مع جيراني ما عنديش فين نمشي. يتيمة ما كاينش اللي يكون بيا خويا. الله انا فرحانه بهذا البيت، بغيت على اللي يتعاون معايا يخلصوا ليا الوجه لله خويا، ما عنديش فين نمشي، حتى واحد ما كيسول فيا، تقول شي واحد اللي كيحن فيا ولا كيقول لي دز رمضان والشهور وكل شيء والعواشر، وما كاينش شي واحد جا قال لي كي اختي قولي هذه ولا كي هذه. الله يخلف على محمد السادس، هو اللي تعاون معانا وصيفط لنا شي بركه، الله يخلف عليه والله يكثر من متانه، الله يشافيه، الله يشافيه ويعافيه ويشافي لي وليداته، هو اللي تعاون معايا خويا وصيفط لي ديك البركه، الله يخلف عليه ويكثر من متانه، الله يشافيه ويشد بعضوده، الله يقعد وسادو لوليداته.